قبل ما ننتقل معكم باخر محطه لنا بعالم الصباح، رح نعمل جوله سريعه بصالات السينما لنشوف اخر الافلام. We are going to start the weigh-in. Ash, answer the phone. Hello. ضمن افلام الاسبوع فيلم البيوغرافي Bleed for This عن القصة الحقيقية لبطل عالمي بالملاكمة اللي بيتعرض لحادث سيارة مميت ولكنه بيشتغل على رجعته لرياضته مع مايلز تيلر وأرن أكهار. وفيلم الأنيميشن الموسيقي موانا بنسخة 3D عن لعنة خطيرة تضرب الجزيرة اللي عايشة فيها موانا وبتبدأ محاولتها لوضع الأمور بنصابة بأصوات عدد كبير من النجوم وأبرزهم دوين جونسون أو ذا روك. باي باي. موانا تا فإذا بننتقل من بعد السينما شباب كتير مولعين اليوم حب خبركم، بس يعني أجواء الطقس برا مأثر عليهم فمأثر على كل الاستوديو. رح ننتقل بآخر إيه ولا عم تشد أنت على أوكي ننتقل على المطبخ. فإذا آخر فقرة ورشيد ملح. صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وكل أنحاء العالم. اليوم نحن محضرين ثلاث أطباق من المطبخ الجزائري اللي هن قدامنا لهلا على النار. اول شيء الكسكس الجزائري، ثاني طبق نحن حضرناه كمان نوع من انواع السلطات بس سلطات سخنه كمان على النار. الباذنجان اللي شويتهم باول فقره انا وياكم صار جاهز الباذنجاني عندي بعد ما بردتها وقشرتها، طبعا رح اقطعها هلا احطها بالقلايه مع بندوره مثل ما خبرتكم مع فليفله حمراء. لكن نجي للسلطه الجزائرية بس هاي بتتقدم سخنة. في عندي بهيدي الطنجرة هون قدامي عندي بصل، عندي ثوم قليتهم شوي، قليت بطاطا وقليت الكوسة والبندورة، قلبتهم كلهم سوا مع بعض، حطينا شوية مي وما ننسى نحط كمان ملح وفلفل أسود رشة، وهلا أنا تركهم كلهم سوا لحتى يغلوا مع بعض وتستوي البطاطا والكوسة، رح شيلهم واسكبهم. بيتقدم هيدا الطبق سخن سلطة بس سلطة سخنة. طيب نجي للمرحلة الثانية اللي هو الكسكس، صار على النار نحن ناطرين حبات الكسكس لحتى تستوي. طبعا بهالوقت أنا خليني حط البندورة والفليفلة مع شوية زيت زيتون على النار لحتى نكسب وقت من هلأ لآخر فقرة رشة ملح. طيب عندي زيت زيتون، اوكي نحط الطنجرة هون وبستعمل الغاز العيني الكبيرة. لكن زيت زيتون نجي للفليفلة الحمراء، باخذ فليفلة حمراء، الفليفلة الحمراء رح احطها بالقلاية فوق زيت الزيتون، كمان رح نحط مع الفليفلة الحمراء رح نحط بندورة، نقطع بندورة ونضيف ايضا البندورة. لكن مشاهدينا عم نحط فليفلة الحمراء كمان، نجيب بندورة نضيف البندورة مع الفليفلة، بضل في عنا الباذنجان لحتى نضيف الباذنجان. بهالوقت أنا خليني أحركهم خليني أشوف شو صار في عندي هون بالكسكس.
اوكي. لكن مشاهدينا رح اسكب حبوب الكسكس بهيدا الجاط الان استوى مثل ما عم نشوف. طبعا كيف صارت طبخة، اول شيء جبنا زيت نباتي بهيدي الطنجرة، حطينا زيت نباتي، ضفنا بصل جوانح، حطينا زنجبيل اخضر، حطينا جزر، حطينا كمان كوسة، ليفلة خضراء، وحطينا مي، رشة فلفل اسود طبعا، ورشة ملح، رب البندورة. هون مشاهدينا فينا نعملها بالدجاج او فينا نعملها بلحمة. انا هون الدجاج شملت فيه، جبت الدجاج اول شيء حطيته بصينية، فوتته على الفرن لحتى حمرته، بعد ما حمرته ضفتهم، ضفت الدجاج فوق الصلصة طبعا. اوكي. لكن مثل ما شفنا، خلينا نشوف نحن عندنا هون الصلصة شو في بقلبها. اوكي. لكن ضفنا الدجاج فوق الصلصة، فوق المي، فوق الجزر، فوق رب البندورة، فوق الكوسة والفليفلة الخضراء. بعد ما حطينا الدجاج، جبنا مصفاية، حطينا بهاي المصفاية حبوب الكسكس، رشينا شوية مي سخنة على حبوب الكسكس، وغطينا طنجرة لحتى تتنبت الحبوب على البخار وناخد النكهة الطيبة، فطلعت عندي بهالشكل هيدا. اوكي. هيدي الصلصة مثل ما عم نشوف، كمان إذا بدنا خلينا نسكبها. لكن مثل ما عم نشوف نحن الدجاج مع الخضرة، طبعا هون نحن منجيب فروج وزنه 1500 جرام ل 2 كيلو، منقطعه ل 8 قطع ومنسكبه. طبعا ما بدنا ننسى نحط ورق غار مثل ما انا ضفت ورق غار. اوكي. لكن هاي الخضرة مع الدجاج، الكوسة، الجزر، الفليفلة، اوكي، فينا نشيلها نحطها على جنب. لكن مشاهدينا هيدا اول طبق، خلينا نشوف شو صار في عنا هون بالفليفلة والبندورة. خلينا انا كمان بلشت اقطع الباذنجان لحتى نضيف الباذنجان. عندي هيدي الباذنجانة كمان بقطعها بهالشكل هيدا. مثل ما عم نشوف. اوكي. وبضيفها للفليفلة الحمراء وللبندورة. بضل في عندي بدي احط لها ثوم ناعم. نظبط لها ملحاتها، ونحط لها رشة صغيرة. هون نحن منجيب توم حبة وحدة بهيدا الجرن، مع رشة صغيرة من الملح، اوكي، يا
نضيف الثوم للقلية. لكن ضفنا الثوم ونحركهم شوي. كمان صار فيني طفي النار. بيجي للصحن كمان بسكبها بهالشكل. اوكي فيني هون زينها بالبقدونس، حط لها وفيني رح زينها كمان بشغله بندورة الكرزية الخضراء. لكن مشاهدينا بندورة كرزية خضراء فيني حطهم بهالشكل هيدا اوكي طبعا، وزيت الزيتون سيد الموقف. اوكي لكن هيدا الطبق كمان سكبناه، بضل في عنا سلطة سخنة هون لحتى نشوف شو صار في عنا. عنا من البصل، عنا من الثوم، عنا من البندورة، عنا من الكوسة، عندي كمان من البهار الأسود، وعندي ما ننسى طبعا رشة ملح. يعني طبق كتير سهل ما بده كتير تحضير معنا. مثل ما شفنا حطينا نحن اول شيء قلينا البصل مع شوي من المواد الدهنية، فينا نحط زيت زيتون، حطينا ثوم، حطينا الكوسة، حطينا البطاطا، وايضا ضفنا البندورة وخليتهم كلهم سوا يغلوا. هلا رح شيلهم واسكبهم بصحنهم. هون نحن مشاهدينا نرجع بنحب نعيد اليوم شو قدمنا بحلقتنا لثلاث اطباق، شو هن كانوا وعباره عن شو كانوا. اول شيء الكسكس الجزائري، نحن جبنا زيت نباتي او مواد دهنيه حطيناها بالطنجره، قلينا مع بصل جوانح، حطينا مع البصل جوانح زنجبيل اخضر، كمان بنفرم الزنجبيل الاخضر ناعم، بنقليهم مع بعض، بنجيب كوسه، بنجيب جزر، كمان بنحط كوسه وجزر بنقلبهم، منضيف لهم فليفلة خضراء. طبعا نحن كلها هاي الخضرة قطعينا شرائح، قلبناهم، حطينا رشة فلفل أسود صغيرة، رشة ملح، وضفنا المي مع رب البندورة. بهالوقت نحن جبنا صينية، جبنا دجاج وزن 1500 جرام لل 2000 جرام، بدنا نقطع الدجاجة أو الفروج 8 قطع مع شوي من الزبدة أو مواد دهنية، نفوتها على الفرن لحتى تحمر. بس طبعا نحن هون مشاهدينا ما بدنا ننسى البصل أو ننسى الورق الغار أو عود القرفة اللي بيعطوا نكهة للدجاج، لازم على طول نحطهم معهم. لو فوتنا الدجاج على الفرن لازم نحط عادة أو على طول ورق غار أو عود قرفة لحتى ناخد نكهة طيبة وما ناخد نكهة زنخة. لكن ما فوتناهم على الفرن لحتى أخذوا لون، استووا، شلناهم حطيناهم فوق الصلصة، جبنا مصفاية، حطينا بهاي المصفاية حبوب الكسكس، جبنا ماي سخنة، سقينا حبوب الكسكس بماي سخنة، غطينا الطنجرة لحتى استوت. طبعا لحتى استوت حبوب الكسكس طلع عنا بهالشكل هيدا. يعني نكهة كتير طيبة، نكهة كتير شهية. بضل في عنا الصلصة، سكبت الصلصة مع الدجاج بهيدا الجاط. فينا إذا بدنا نحن نزين نحط كمان رشة بقدونس صغيرة، أوكي، وهي رشة بقدونس فيني زين فيها.
خلينا نشوف هون شو صار في عنا كمان. بعد في عنا البطاطا بدها حوالي دقيقتين وكمان تخلص هيدي الطبخة، منشيلها وبنسكبها. صحنا محضرين لصحنا، طبعا هون نحن فينا نسكبها بالطبق اللي بدنا اياه. ما ننسى نقدم هيدا الطبق سخن، ما بيتقدم بارد. طبعا يعني مثل ما عم نشوف سلقين الكوسة، سلقين البطاطا وسلقين البندورة والبصل، طبعا بعد ما كنا مقليينهم هني، والتومات اللي عم تطلع علينا نكهة كتير طيبة ونكهة مميزة. اوكي، يعني هاي السلطة ما فيها لا عصير حامض، بس رح احط لها زيت زيتون لحتى كمان ناخذ نكهة من زيت الزيتون. مثل ما خبرتكم انه زيت الزيتون هو سيد الموقف سيد الموقف. وينك يا سيدة الموقف؟ عم بريح يا سيدة المواقف. عم بريح. صباح الخير. صباح، كيفي؟ انا بوصل عني هي وعلى الجرد. الجرد، نعم. خلصنا. شو عم نسكب هلا؟ مع انه كنت ناطرك لتجي تسكبي معي تساعديني. خلي، انت قلت سلاد، فكرت سلاد. شو الباذنجان؟ سلاد الباذنجان قدامي. شو حلو، مرتب. بعرفك كثير بتحبي الباذنجان. كثير قوي التركيز، نعم. هيدا الباذنجان، وهيدي كمان هاي سلاد. سلاد سوب هاي فيها تكون. هي مش سوب، هني بالجزائر. هني بالجزائر. هيدي للحد ال لا هيدي لحالها. هاي لحالها. اوكي، كثير تركيز. هلا نحن هون شوي بنعدل عليها شوي، بتصير سوب. بس بالجزائر بيتناولوها كطبق. شايف، هي السلطه. وهيدي زيت الباذنجان. وهيدي بطلعها هون انا، سلطه الباذنجان قويه. انت لو بتشوفي ريحتها شامل. انا وعم بطبخها قد ايه، يعني مثل ما عم نشوف على اساس استوديو، يعني ما في ابدا ولا نقطه ريحه ابدا. مش هون عارفه كل الريحه بالهيدا. يعطيك اساس عم نطبخهم ورا. لكن رولا، خلص وقتنا ما هيك؟ نعم. انا هيك بودع المشاهدين، اليوم كنا من المطبخ الجزائري، بس بكره رح نرجع على المطبخ اللبناني. ايوه، المطبخ الضياعي. رح نحضر اطباق مثل ما بيقولوا اطباق صحيه كثير طيبه، بيتناولوها على الجبال، بيتناولوها هلا بالبرد. في هن ما بعرف طبق انا عارف. اسمها كبة حيلة مقلية. كبة حيلة مقلية، يعني شغلة. شكلك بتعرفها انت. يعني انا بقول يحضروا البرغل، يحضروا الطحين، يحضروا لحمة خشنة، يحضروا الورقة والقلم كمان. وحضروا الورقة والقلم لحتى نحضر هالطبق انا وياكم، طبق الكنكني اسمه. صح، طبق الدفاية انا مسميه. نعم، لحتى نحضره بكره انا وياكم ان شاء الله. ان شاء الله يكونوا هول، نالوا اعجابكم، وبنشوفكم بكره الساعه 10. يعطيك العافيه شيف. نحن كمان بكره رح نكون معكم بعرف صباح جديد. انا ما بشوفكم بكره، بشوفكم بعدين، بس اكيد تابعونا ودفوا كثير منيح بما انه اليوم كثير برد. واللي ما عنده مشوار برا البيت ما يخترع مشوار، ما في احلى من الكنكنه. بكره عالم صباح جديد، وبنشوفكم بكره. باي باي.